يسأل عن إخواننا الذين يركبون الطائرات ولا ينبه عليهم في الطائرة أنهم قد حاذوا الميقات، ماذا عليهم؟ أقول على الأخ في مثل هذه الحالة أن يحتاط لنفسه، كما قال شيخنا ابن عثيمين وغيره، على الأخ في مثل هذه الحالة أن يحتاط لنفسه، بمعنى أن يكون على كرسي الطائرة بملابس الإحرام، بملابس الإحرام، وأن يسأل هو، لا ينتظر أن يذاع له أو أن ينبه عليه، بل هو ما خرج إلا للنسك، فلا ينبغي أن ينشغل عن النسك، هو بملابس الإحرام يلبس الإزار والرداء ومتوضئ، ولا مانع أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، إذ أن الإحرام ليس له سنة كما هو قول المحققين من أهل العلم، وعليه أن يكون جالسا مستعدا، فإن ركب الطائرة فعليه أن يسأل المضيف ويقول له: يا ترى كم باقي من الزمن ومن الوقت على محاذاتنا للميقات؟ أول ما تجلس يقول لك: والله إن كنت في مصر لسه قد كده، إن كنت في المدينة وطلع المدينة يقول لك لسه قد كده، يبقى أنت مستعد للوقت، وقبل دخول الوقت بدقيقتين أو ثلاث دقائق أو حتى خمس دقائق من باب الاحتياط، لو أنك دخلت في النسك فلا شيء عليه، ولو نودي عليك أثناء محاذاتك للميقات فحينئذ يجب عليك أن تدخل في النسك في هذه الساعة، حتى ولو كنت قد عقدت النية على الدخول في النسك قبل أن تصل الميقات بثلاث دقائق أو بأربع دقائق من باب الاحتياط للنسك. واضح يا شيخ؟ طيب.